جماعة الخير، حدا يشرح لي ليش الكوريين والآسيويين بشكل عام بيحبوا يأكلوا الخيار بهالطريقة بهالتأشير، وكمان بيحطوا معها توم وسفن أب اللي هي سبرايت، تمام؟ ما بعرف، أنا جربتها على فكرة مرة، ومو بهالطريقة، غير طريقة، بس ما كانت بالمرة طيبة. شو القصة؟ طعام الموضوع، إذا جربتوها اكتبوا لي شو إذا أنا ما عملتها صح، ما بعرف.